البنت الاوكرانيه اجمل ولا الروسيه؟ اولا الشعوب السلافيه دي يا جماعه اللي هم دول الاتحاد السوفيتي وما قبل الاتحاد السوفيتي السابق، دول تقريبا جمال واحد بالنسبه للبنات سواء في روسيا او في اوكرانيا. هذه الدول احنا عارفين الاجانب فيها عاملين ازاي. انت لما بتشوف بني ادمه حتى انت في بلدك، لما بتروح تتقدم لبنت وشكلها مش عاجبك ما بتكملش معاها، وبرده نفس القصه لو شفت بنت اجنبيه وشكلها ودمها التقيل ما عجبكش خلاص تشوف غيرها. فهمت؟ صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه في احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. رمضان كريم، موضوع حلقه جديد، تابع حلقتنا. بس لو بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه، اتمنى تعمل لايك للفيديو، اتمنى تقول تعليقك او سؤالك او استفسارك، انا جاهز للرد. صباحكم ورد وعسل، نبدا حلقتنا على بركه الله. هل يعطيك الزواج حق الاقامه في اوكرانيا؟ ليه في مصر لما بتكلم معاهم بيتكلم على السياح الاوكران لما بيروحوا على شرم الشيخ والغردقه، ليه لما بيتكلم معاهم روسي ما بيتكلموش معاه روسي؟ بالنسبه للاوكران، هل هم كلهم بيتكلموا اللغه الانجليزيه؟ لا طبعا، قليل جدا هتلاقي حد بيتكلم اللغه الانجليزيه داخل اوكرانيا. طيب هتلاقي ناس بتتكلم روسي؟ اكيد طبعا، الروسي بتاعهم زي الاوكراني، وفي بعض المحافظات ما بيتكلموش غير اوكراني اوكراني. عاوز اعرف اجراءات شراء منزل في اوكرانيا. انا عملت فيديو وفيديوهات كتير قوي عن ازاي تشتري منزل. هل انت بتبقى محتاج المحامي؟ بتبقى محتاج محامي عشان يحفظ لك حقوقك. اجراءات شراء المنازل في اوكرانيا، انت بتشوف البيت اللي انت عاوز تشتريه وبتقرر ان انت عاوز تشتريه، فبتشوف مترجم وبتشوف معاك محامي عشان يحفظ لك حقوقك. المترجم يترجم لك اللي هيقولوا لك المالك، وتقعد تساله على اللي انت عاوزه. لو تابعت فيديوهات سابقه هتلاقيني اتكلمت في هذه الامور كتير جدا. كام بيتكلف استخراج جواز السفر الاوكراني؟ انا بقى مش هكلمك عن الجواز السفر الاوكراني بس، لا انا هكلمك على جواز السفر الاوكراني اللي هو زجران باسبورت، وهكلمك على الاي دي باسبورت. اسعار المصاريف اللي انت بتدفعها عشان يستخرجوا لك جواز السفر الاوكراني او الاي دي او الاقامه الدائمه او الاقامه المؤقته داخل اوكرانيا، من 3 ايام ل 7 ايام عمل بيكلفك 1046 جريفن، ده جوه اوكرانيا. العادي بيقعد 20 يوم على ما بتستلمه وبيكلفك 694 جريفن. بالنسبه للاي دي، دي بتكلفك لو انت عاوزها مستعجل في 10 ايام بتكلفك 489 جريفن، ولو هتنتظر 20 يوم عمل بتكلفك 363 جريفن. يعني الفروق مش كتير، لو انت حابب تعملها مستعجل اعملها، عاوز تعملها عادي اعملها، بس في الغالب بتقعد هذه الارقام اللي قايلين عليها. نروح على الإقامة المؤقتة، وبتهم ناس كتير قوي، بتكلفك 915 جريفن. ال 915 جريفن دول هم كل حاجة؟ لا، أنت حضرتك بتعمل أوراقك وبعد كده بتروح تدفع هذه الرسوم في الإميجريسيون سلوجبا. طيب الأوراق اللي أنت بتعملها للإقامة المؤقتة، تأمين صحي لمدة عام، وبتترجم جواز السفر بتاعك، وبتقدم صورة من عقد الزواج بتاعك، وتقدم كل الأوراق دي علاوة على المصاريف اللي هي داخل وزارة الهجرة اللي هم 915 جريفن، وبتنتظر 21 يوم عمل وبتستلم الإقامة بتاعتك. ده بالنسبة لهذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا حقيقي محتاج حلقة لوحده، ولكن أنا حاولت إن أنا أعرف حضراتكم هذه الأشياء من باب العلم بالشيء. الفيديو جميل ليه بس ما تصورش في مكان أفضل من سور المدافن؟ كنت عملت فيديو من فترة عن المقابر في أوكرانيا. أنا عاوز أقول لكم يا جماعة أنا كنت ليه في هذا المكان. أنا لما جيت أوكرانيا وعشت في أوكرانيا عمري ما رحت شفت الناس دول بيدفنوا الناس إزاي، فحبيت أعرف الموضوع. كان في حد جاري وكان الراجل ده كان كويس جدا معايا، توفى، فرحت مع الناس عشان أشوف الدفن وأشوف الوضع إيه بتاع الدفن للناس دول. المهم لقيت المنظر بصراحة يحتاج إن أنت تتكلم عن المقابر، لأن ما كانش في حد قبل كده اتكلم عن المقابر في أوروبا أو في أوكرانيا تحديدا، فقلت أكون أنا أول حد أتكلم عليه، فاتكلمت على هذا الموضوع وصورت باقي الفيديوهات بتاعتي وأنا موجود في المكان. أحيانا يا جماعة أنا بروح مكان بيبقى عندي حوالي 3 4 مواضيع في دماغي عاوز أتكلم مع حضراتكم فيها، فبروح عامل الفيديوهات دي كلها، مش شرط إن أنا أغير المكان أو اللوكيشن أو أروح مكان تاني أو أغير هدومي، لا. المهم الفيديو انتوا بتتبسطوا منه، المهم ان انت بتستفاد معلومه من الفيديو، هو ده اهم حاجه عندي. حضرتك عايش في اوكرانيا؟ لو تابعت القناه بتاعتي هتلاقيني فعلا انا عايش في اوكرانيا. صباح الفل، انت راجل عسل. عايش في اوكرانيا، مش عايش في اندونيسيا. اتكلمنا عن التعليم في المدارس والجامعات ومصاريفه وتكلفه المعيشه لاسره 4 افراد او 3 افراد، ازاي نقدر نعيش، وهل الاب يقدر يحصل على اقامه من الطلاب ولاده؟ موضوع كبير قوي ممكن نقعد للصبح نتكلم فيه. انت حضرتك لو جاي على اوكرانيا
بالنسبة لتكاليف الدراسة أو المصروفات الدراسية بالنسبة للمرحلة من سن الحضانة أو سن الابتدائي لحد الثانوية أو مرحلة ما قبل الجامعة، مفيش حد بيدفع أي مصروفات في أي مدرسة داخل أوكرانيا. دي حقيقة فعلا، مفيش حاجة اسمها دروس خصوصية، دي حقيقة فعلا، مفيش حاجة اسمها مجموعات تقوية بفلوس، ده مش موجود. في حاجات كتيرة قوي في التعليم هنا مميزة جدا جدا، ده بالنسبة للتعليم. بالنسبة لمصاريف المعيشة كعائلة، ممكن حضرتك تتابع في فيديوهات انا اتكلمت على التكلفة بالنسبة للأسرة، وبتكلمت كمان عن تكاليف المعيشة بالنسبة لزوج وزوجته، فردين او ثلاث افراد او اربع افراد، بيكفيك كام في الشهر، هذه الامور حسب حالتك المادية. يعني حضرتك ملياردير هتيجي تحط نفسك زي واحد غلبان عمال بيكح في الدنيا والدنيا بتزق فيه؟ لا طبعا، انت بتصرف على قد الامكانيات بتاعتك. لما بتكلمني عن تكاليف المعيشة انا بكلم حضرتك عن الاكل والشرب بس، ما بكلمكش عن السكن. يعني بالنسبة للحياة المعتدلة في حدود 300 دولار يكفوك اكل وشرب طوال الشهر مستريح، 300-350 حسب تبذيرك. في ناس عايشة اقل من كده، عايشة اقل من كده كمان عادي، مفيش اي مشكلة، اهم حاجة راحة البال والصحة والستر. بالنسبة لو حضرتك بتتكلم على الدراسة الجامعية، هتلاقي فيه فيديو اسمه الدعوات الدراسية مجانا الآن، هتلاقيه برضو في وصف هذا الفيديو، هتلاقي رابط وزارة التعليم العالي، كلمهم وشوفهم ايه نظامهم وظروفهم واتفق معاهم على كل شيء وربنا يوفقك. بياخدوا بقى فلوس ما بياخدوش فلوس، دي حاجة ما تخصنيش ولا ليا دخل بيها. بالنسبة لإقامتك، معرفش ان كنت هتاخد إقامة ولا مش هتاخد إقامة، ولكن بيحق لك ان انت تيجي تزور اولادك، ده عادي مفيش اي مشكلة، ممكن تيجي، ولما تيجي هنا او اولادك يسألوا لك لو بابا جه هنا ممكن نديله الاقامة بتاعتنا المؤقتة ولا لا. نوع العمل في اوكرانيا، هل في حرف؟ طبعا في حرف في كل حتة مش في اوكرانيا بس، اوكرانيا عندهم حرفيين ومهندسين وعندهم علم على اعلى مستوى، الناس الحرفيين حتى عندهم الات بيشتغلوا بيها. انا متعجب للصناعية في بعض الدول العربية، الصناعي تلاقيه محدود وعدته محدودة، لا هنا عندهم عدة ملهاش حل وعدة رهيبة الشكل، استخدمها في كل حاجة وكل شيء وكل معدة معاه موجودة في شنطة عدته ليها استخدام معين، ما بيخلاش من الشنيور وصاروخ مفكات شواكيش، كل حاجة تلاقيها في شنطة عدة الصناعي، سواء الصناعي ده بيشتغل في الدهانات أو بيشتغل في حاجة غير الدهانات، فالحرف موجودة في أوكرانيا على أعلى مستوى. سمعت إن الأوكرانية بتحب الفلوس، يعني خلوني اسكت شويه كده معلش افكر. يعني والله يا حبيبي مش الاوكرانيه بس، ده كل بلد فيها الستات اكيد بتحب الفلوس، حتى الرجاله بيحبوا الفلوس، في حد بيكره الفلوس يا ابني؟ يعني لو انت تقصد ان هي ست ماديه، يعني انت بتكلمني على الاوكران كلهم وانا بكلمك الا من رحم ربي، يعني صوابعك مش زي بعضها، لكن الغالبيه العظمى ناس كويسين جدا. يعني سؤال حضرتك ليه شقين، لو انت بتعرف واحده وحسيت ان هي ماديه، او كل ما تعرف واحده من الانترنت او من مواقع التعارف وبتلاقيها ماديه، ده اختيارك. لكن الزوج والزوجه هنا في اوكرانيا ومراته ماديه، تعالى فسحني، تعالى اكلني، تعالى شربني، تعالى هات لي لبس، تعالى اشتري لي جزم، تعالى اشتري لي دهب، تعالى مفيش الكلام ده. لا يعني والله من واقع خبرتي في كل الناس اللي انا عشرتهم مع معظمهم ما عندهمش هذه الحته، بالعكس ناس متواضعه جدا وعايشه وفي حالهم وبيحافظوا على بيوتهم سواء راجل او ست على فكره. يعني الحياه تعاون بينهم، هي بتشتغل وهو بيشتغل والحياة بتستمر. موضوع ان هي مادية وغير مادية، اظن ان انت تحكم على شعب كامل ده مش انصاف. انا دايما متعشم الخير في بعض الناس لا اكتر ولا اقل، ولكن دايما بقول لك احسن الاختيار احسن الاختيار احسن الاختيار، قلتها لك ثلاث مرات عشان ترتاح. بالنسبة للأسرة، ممكن تعيش وتتأقلم أسرة؟ يعني لازم تحدد حضرتك هل معاك اطفال؟ طب الاطفال دول سنهم قد ايه؟ هل يستطيعوا ان هم يتأقلموا؟ اكيد طبعا يستطيعوا ان هم يتأقلموا طالما حياتهم هنا. واخد بال حضرتك؟ بالنسبه للاكل، بالنسبه للشغل، بالنسبه للتعليم، طبعا هيتعلموا اللغه الاوكرانيه داخل دوله اوكرانيا بالنسبه للتعليم، لان التعليم كله في جميع النواحي الدراسيه داخل اوكرانيا باللغه الاوكرانيه. هل اولادك عندهم هذا الاستعداد ان هم يتعلموا لغه اوكرانيه من اول وجديد زي اللغه العربيه؟ تعالى وعيش وربنا يوفقك. لو بتسالني حضرتك عنك انت وزوجتك، اظن في عرب كتير قوي عايشين هنا ومع زوجاتهم حتى عربيات وعايشين ومتأقلمين وزي الفل ومفيش اي حاجه. بالنسبه للشتاء والطقس يعني والاجواء الساقعه هنا، والله هو اول سنه ممكن تبقى حاسس ان انت بردان قوي، بس بعد كده هتلاقي نفسك ايه بتشتري اللبس المناسب للاجواء اللي انت فيها. ده بالنسبه ان ده يتأقلم او لا يتأقلم. بتقول مفيش بنت عندها 18 سنه في اوكرانيا وهي بكر او عذراء، يعني كلهم سكن دهان. طبعا الاستاذ بيضحك وانا مش عايز انكد عليه، بس يعني ايه
انا لما بتكلم معاك عن عادات وتقاليد، هما بكر او مش بكر، سكند هاند او مستعمله، او كل هذه الامور دي حاجه ما تخصناش. يعني ايه حاجه ما تخصناش؟ يعني حضرتك هنا، انت عايش هنا في اوكرانيا، بتعمل، حضرتك بتدرس، حضرتك جاي تتجوز، حضرتك اي شيء من الحاجات دي، دي حياتك الخاصه وانت حر فيها. ولكن انا بقول لك خد البكر، لو وجدت البكر خد البكر، ربنا يوفقك. لو انت عاوز تتجوز، عمري ما شجعتك على انك تتجوز من اجنبيه، اتجوز بنت بلدك وربنا يوفقك. حتى في ناس والله في التعليقات بتاعت حضراتكم قالوا لي احنا نعرف بنات وصلت سن ال 30 وما زالوا بكر عادي. يعني انا لما بقول هذا الكلام ما بكونش كشفت على كل النساء، انا لا اجزم واقول كل دي، لا بقول فيه. او البنت لما بتوصل لسن معين من الطبيعي ان هي بتعمل علاقه جنسيه مع صديقها او زميلها او جارها. احنا بنتكلم على ناس غيرنا خالص، عندهم عادات وتقاليد، هو نظامهم كده، احنا مالنا، مالناش علاقه. بتاع الملك للمالك. تكلفه الولاده في اوكرانيا كام؟ اولا حسب المكان اللي انت هتروح، المستشفى مجانا لكن الطبيب بياخد اجر، بياخد رقم، ولكن الدوله بتعوضك هذا الرقم. تحديدا ارقام ما اعرفش، بس الولاده رخيصه، ما هياش غاليه. وانت لو دفعت مثلا 100 دولار الدولة بتعوضك تقريبا ب 700 دولار، أنا بقول تقريبا عشان أنا مش متذكر، ولكن كان 18,000 جريفن آخر مرة سمعت هذا الموضوع. لما بزوجتك بتولد الدولة بتصرف لك معاش تقريبا 18,000 جريفن على ما أتذكر، وبيصرفوا لك شهريا إعانة للطفل حوالي 850 جريفن، تقريبا وصلت 1000 جريفن دلوقتي. فحضرتك بالنسبة لهذه الأمور لو أنت موجود في أوكرانيا أكيد هتبقى عارف الموضوع ده. لو أنت حضرتك بتسلي صيامك في الأسئلة عادي برضو أنا بجاوبك. ما تقلقش، تعالى بس واتجوز وخلف وربنا يوفقك. لو لسه متابعني لحد دلوقتي وما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك، وده هيكون نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب اللي انا بعمله يكون بيسعد حضراتكم. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، صباحكم ورد وعسل، رمضان كريم عليكم، السلام عليكم، اشوفكم على خير.